شرح كيفية الاستخدام حال الإعاقة البصرية. بعد فتح التطبيق قم بعمل هزة للموبايل مرتين للدخول على النظام الصوتي. الشاشة مقسمة إلى 4 أركان لتحديد الاختيارات وجزء كبير في منتصف الشاشة. في الجزء الأعلى من شاشة الجهاز يختص الركن الأيمن بتحديد الصورة ويختص الركن الأيسر بتحديد القارئ. في الجزء الأسفل من شاشة الجهاز يختص الركن الأيمن بمعرفة اختيارك الحالي ويختص الركن الأيسر بتحديد الرواية. عند الضغط في أي من الأركان الأربعة تستخدم الضغطة القصيرة للاختيار بالصوت، حيث يتم إدخال الاختيارات بصوت المستخدم. فقط اضغط ضغطة قصيرة على الركن المطلوب واستمع إلى السؤال ثم أجب بصوتك بعد سماع صفارة فتح الميكروفون. وتستخدم الضغطة الطويلة للاختيار باللمس، اضغط ضغطة طويلة على الركن المطلوب واستمع للاختيار الأول ثم تحرك بإصبعك على شاشة الجهاز من الأعلى للأسفل أو العكس للانتقال والاستماع للاختيارات السابقة أو اللاحقة. في منتصف الشاشة تستخدم الضغطة القصيرة لتشغيل التلاوة أو إيقافها، تستخدم الضغطة الطويلة لتأكيد الموافقة على أحد الاختيارات التي تم الاستماع إليها. لمعرفة اختياراتك الحالية اضغط ضغطة قصيرة على الركن الأيمن السفلي فيتم الاستماع إلى اختياراتك الحالية: اسم القارئ واسم الصورة واسم الرواية،